مساء الخير. ضيفتي الليلة وشها عنوان للبراءة والجمال، نجوميتها بدأت من الأسطورة، وفي الفتوة كانت قد الفرصة وردت على كل اللي انتقدوها، وصلت للبطولة المطلقة بعد محطات كتير في الدراما. ذكية وهادية وعارفة امتى ينفع تتكلم وامتى السكوت هيكون مكسب كبير ليها. ضيفتي الليلة الفنانة الجميلة مي عمر. النهارده نعمة الأفوكاتو في أسرار، نعمة الجريئة اللي بتاخد حق الناس اللي دمها خفيف. معايا منوراني النهارده في رمضان، كل سنة وأنتي طيبة. أنتي طيبة يا أميرة، منورة الدنيا. ثانك يو. طيب، ما حرمتيش إن أنتي تشتغلي مع محمد سامي تاني يا مي؟ تاني بتشتغلي مع محمد سامي، ما حرمتيش؟ بتهاجمه كتير جدا، ما حرمتيش ليه؟ لا طبعا ما حرمتش. ليه؟ لان محمد سامي مخرج اي حد يتمنى انه يشتغل معاه. انت عارفه انا زمان يعني انا ومحمد قصه قديمه قوي، يعني قصه حب كبيره من زمان، يعني من قبل ما هو يخرج. ولما كان بيخرج وبتفرج هو بيعمل ايه في العمل اللي بيشتغله، والمجهود والضمير والشغل اللي بيعمله، فكنت دايما بقول بجد يا بخته ويا حظه اللي بيشتغل مع محمد سامي. وكنت بقعد افكر في يوم من الايام يا ترى انا هيجي لي الفرصه ان انا ممكن ابقى بعمل عمل ومحمد هو المخرج. فاكيد لما يجي لي فرصه زي دي، ده انا يا حظي السنه دي ان هو بيخرج لي مسلسل. هو قاعد معاكي في البيت ده. ايوه، فانت لازم تستغلي الفرصه. لو ما استغلتيش الفرصه، على فكره هو الطبيعي ان احنا نستغلهم، والطبيعي ان هم يتم استغلالهم. ده عادي يا جماعه. طيب احكي لي عن نعمه. نعمه اثرت فيكي ازاي يا مي؟ نعمة من أكتر الشخصيات اللي أنا حبيتها. نعمة مختلفة جدا، مختلفة في كل حاجة، في طريقة كلامها، في هزارها، في جرأتها، في ردودها على الناس، في تفكيرها. أنا لا حبيتها قوي، حبيتها وتعلقت بيها جدا. حتى شكلها أنا بحبه. تحبي شكلها؟ بحب شكلها جدا، وأحب لبسها. هي تحسيها قريبة، يعني شبه ناس كتير نعرفهم. بس في واحدة تضحي عشان راجل كل التضحية دي؟ في واحده يعني انت كنتي حرقه دمنا واحنا بنتفرج، كان دمنا محروق واحنا بنتفرج، انه في واحده تاخد كل الفلوس اللي هي كسبتها وتروح تديها للراجل كده عادي؟ في والله، في كتير كتير قوي قوي بيعملوا كده. ومش مقدرش اقول ان الست غلط، بالعكس. يعني لما حد يبقى بيحب حد وبيقدم له الحاجات دي، ده مش غلط، يعني مش غلط على الست، والغلط عند رد الفعل بتاع الراجل. كله بيطلع يتكلم بيقول انه ما حدش يعمل كده، وخلوا بالكم من حاجتكم، ومفيش واحده تدي كل حاجه كده على الاخر. نعمه ما اتعلمتش؟ في ناس كويسه. نعمه ما بيتعلمش؟ لا، في ناس كويسه. طب ما في رجاله كويسه، يعني هو لو كان هو كويس كان يستاهل فعلا ان هي تعمل كده عشانه، ليه لا؟ يعني لو هو كويس ليه لا؟ مش غلط. بس هو اللي طلع استخدم الموضوع بطريقه غلط. دي نماذج ستات موجوده كتير جدا، مش بس في مصر، يعني في دول تانية كتير الست بتسافر وبتشتغل وبتبعت لجوزها فلوس، وهو ياخد الفلوس اللي هي بتشتغل وبتبعتها له ويتجوز عليها. ده كتير قوي. فانت عبرتي عن ستات كتير قوي موجوده، صح؟ طبعا. بس انت ما خفتيش من الهجوم اللي هيحصل عليك انت ومحمد سامي كالعاده لما بتشتغلوا مع بعض؟ لا، انا اللي يهمني اكتر هو رد الفعل بتاع العمل. هل في هجوم من الجمهور؟ لا. الجمهور بيحب جدا العمل الجيد، مش بيقعد يفكر هو ايه ده، هو العمل ده مي مع محمد فدي حاجه وحشه. بالعكس، الجمهور بالنسبه له عارفين ان احنا لما بنشتغل مع بعض بنطلع حاجه حلوه. فالجمهور مش بيتضايق من ده، اللي بيتضايق ناس تانيه. وهم اللي بيطلعوا الصوره دي. لكن الجمهور ليه يتضايق من حاجه زي كده؟ ما كان في فنانين زمان كتير مرتبطين ببعض، وكان في مخرجين مرتبطين بفنانات، ده كتير قوي، شويكار، فؤاد المهندس، وغيرهم وغيرهم. ما كانش بيحصل كده، اشمعنى الكابل بتاعكم اللي عامل الازمه دي؟ تفتكري ليه؟ لا مش احنا بس، حصل لناس كتير قوي. يعني دايما لما بيبقى فيه كده، لا بيحصل لناس كتير. الناس مستكتره عليكي محمد سامي؟ تاني هقول مش الناس. يعني تاني ناس معينة. مش الناس، ناس معينة مستكترين عليكي محمد سامي، ممكن تبقى بيضايقهم رد الفعل، ممكن، معرفش. ممكن.
مين استكتر عليكي نجاح لؤلؤ؟ لؤلؤ نجح جدا على فكره الحمد لله، وبالذات عند الـ عند الـ عند التينيجرز، وعند عمل ارقام فظيعه يعني في فيديو عامل 400 مليون مزبوط. من لؤلؤ. انا اعتقد ان الناس كمان في الشارع كانت بتناديكي في الفتره دي بتقول لك يا لؤلؤ. ايوه. وانت كان عندك عقده قبل كده من شهد؟ لا انا بصي، انا لما عملت الاسطوره طبعا الاسطوره ده يعني كانت فتحه خير، وده اكتر دور الناس عرفتني منه، وده اللي قدمني للناس طبعا. وفضلت فتره طويله الناس بتقعد تقول لي يا شهد يا شهد يا شهد، فبقيت يا شهد يا مي. وعملت اعمال كتير بحبها بعديها، واعمال ناجحه. بس هو نجاح الاسطوره كان نجاح مبالغ فيه. فكنت بتضايق، او مش بتضايق بس بقول ليه الناس بتقعد تقول لي بس يا شهد، انا عملت اعمال كتير كويسه يعني. أيوة. بعد شهد واعمال ناجحه، بس ستيل شهد هو اللي معلق في هو كان دور جميل في ذهن الناس، كان دور حلو قوي. وانت عملتيه حلوه. انا كنت بحبه قوي قوي، كان دمها زي السكر، كنت بحبها قوي. فلما مره كنت بتكلم مع حد فكنت بقول له هو ليه يعني، ليه انا دايما الناس بتقول لي يا شهد يا شهد؟ شهد دي كانت حلم الرجاله كلهم. الرجاله في البيوت كلهم نفسهم في شهد، عايزين واحده شبه شهد دي موجوده. فالدور نجح جدا فعلا جدا. فقعدت لما كنت بعمل لولو انا كنت مؤمنه بيه وبحبه جدا. وكنت بتحبي الديكور كمان بتاعه؟ كنت بحب كل حاجه فيه. انا سمعت ان لما الديكور اتهد انت كنت قعدتي تعيطي. زعلت لما الفيلا خلص كمان، زعلت اتعلقت بيها جدا، كنت بحبها جدا. من حتى من وهي صغيره لحد ما كبرت وحياتها في المجرى، كل ده انا اتعلقت بيها جدا. فلما نزل لؤلؤ وكنت انا ساعتها لما قلت لمحمد قال لي ده طبيعي، وده اول دور اللي عرفك على الناس وطبيعي يلزق انه يلزق. فقلت له انا نفسي ان الناس تناديني باسم شخصيه تانية، هحس ان هو ده النجاح بجد. فلما عملت لؤلؤ تحولت من شهد للؤلؤ. فحسيت ساعتها لا، هو ده النجاح اللي انا عايزه احسه. لان لما بتعملي مسلسل او عمل نجح نجاح كبير بيبقى لو عملتي نجاحات تانية حتى لو ناجحه قوي بس اقل منه ما بتبقيش راضي. ايوه. ما بتبقيش مبسوطه. فلما عملت لؤلؤ كنت مبسوطه قوي. محمد سامي ازاي اقنعك ان انت تطلعي من غير ولا نقطه ميك اب؟ ده يعني صعب. والله لا يعني انا مش زي ما انت متخيله بقى اقنعني وانا ما كنتش عايزه. لا انا مش عايزه، انا بحب التمثيل فعلا، وبحب اعيش الشخصيه اللي انا بعملها. لو ده شكل الشخصيه انا هعمل الشكل اللي الشخصيه فيه. يعني لما بطلع لما لؤلؤ كانت بتلبس وبتعمل، انا مش عشان انا عايزه البس، عشان هي الشخصيه ما ينفعش تبقى نجمه من النجوم في الوطن العربي ونجمه مهمه وكبيره، وما ينفعش تبقى لبسها مش مناسب للشخصيه. بس انت اساسا في حياتك الشخصيه العاديه انت فاشينيستا، انت فاشن ايكون، بتحبي الميك اب، بتطلعي دايما بصور كويسه، ليكي متابعين كتير، فازاي هو عارف يقنعك تطلعي من غير ميك اب خالص؟ لا دي انا، دي مي. هو انت انا بعمل نعمه. يعني نعم يعني دي حاجه ودي حاجه، دي مالهاش علاقه بدي. انا مش عايزه ارتبط في مخ الناس بشكل معين. شخصيه عايزه ان انا اطلع من غير ميك اب، عايزه اطلع محجبه، عايزه اطلع لبسي كذا، انا بعمل للشخصيه. الشخصيه عايزاني اشيل شعري خالص ولا لا؟ الشخصيه عايزاني اتخن، عايزاني ارفع، انا بعمل اللي لايق على الشخصيه، لاني انا بستمتع بشغلتي وبحبها. بحب اعمل المناسب فيها جدا. محمد سامي بيزعق لك في الشغل؟ يا نهار ابيض. بيزعق لك؟ بيزعق لك؟ ها يعني مش موضوع بيزعق، بس هو يعني ممكن ينفعل. بينفعل عليكي قبل كده؟ لا بينفعل عادي. بينفعل عليكي قدام اللوكيشن عادي قدام الناس؟ ايوه يعني عادي. يعني على فكره ده وارد، يعني اي مخرج ممكن ينفعل، دي مش حاجه غلط. ومش بيبقى انفعال بطريقه وحشه. بيبقى منفعل لانه عايز الحاجه احلى. وبتاخدي حقك منه ازاي بعد كده؟ لا ما باخدش حقي بقى. ولا لما بتروحي البيت بتاخدي حقك؟ لا لما انا بفصل بقى يعني. يعني لما بتروحي البيت ما بتاخديش حقك؟ ما بتكلمش بقى في الموضوع. بحاول اتجاهل الموضوع. طيب هنروح للقصة الثانية. تاني قصة مع نعمة الأفوكاتو بعد الفاصل. تاني قصة مع مي عمر. بيتقال ان انت غيرتي من نجاح جعفر العمده.
غرتي من نجاحه وكان نفسك تقدمي دور فيه، حصل ولا ما حصلش؟ لا طبعا ما حصلش. ما غرتيش؟ لا طبعا. جعفر العمدة كسر الدنيا. انا ببسط اكتر، يعني انا احب اكتر ان محمد يبقى انجح مني. لما وبعدين نجاح هو نجاحي. يعني انا بتحبيه انت محمد؟ ايوه طبعا بتحبيه قوي. ايوه انا كنت اسعد واحده في الدنيا لما جعفر العمدة نجح. بتحبيه كم في المية؟ يعني كتير. طب بتحبيه ليه؟ 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 بصي انا مش مقتنع ان ينفع حد يقول انا بحب حد عشان كذا. مفيش حاجه اسمها كده. يعني ما ينفعش احط صفات واقول انا بحبه عشان كذا. انا ممكن اقول لك هو في صفات كتير حلوه، بس مفيش حد بيحب حد عشان بس احنا حد. قبل الجواز بيبقى حب بشكل معين، وبعد الجواز وخاصه زيكم كده كابل بقالكم كتير متجوزين شكل الحب بيتغير، فاهمه؟ يعني تحسي ان انت لو هو كويس معاكي بتعتمدي عليه اكتر، مريحك، بيحتويكي، بيحميكي. فانت بتحبي محمد ليه؟ ايه اكتر حاجه انت بتحبيها في محمد هو بيعملها عشانك؟ لا محمد حاجات كتير. زي اولا احنا اصحاب جدا. يعني احنا قبل حتى ما نتخطب احنا كنا اصحاب جدا. فانا بحس ان دي اهم حاجه. ان يبقى بالنسبه لك جوزك هو كمان صاحبك. لما يبقى عندك مشكله هو اول واحد ترفعي سماعه التليفون تقولي له ايه المشكله اللي عندك. لما يبقى عندك خبر حلو هو اكتر واحد تكلميه تقولي له الخبر الحلو. يعني بتشاركيه كل حاجه. وبعدين احنا هواياتنا تقريبا واحده. يعني احنا بنحب الحاجات زي بعض. فاحنا يعني الحياه بالنسبه لنا احنا بنستمتع فيها مع بعض. غير بقى ان هو حاجات كتير. يعني هو محمد جدع جدا جدا. يعني حتى من واحنا زمان لما كنا اصحاب يا اميره كنت دايما بفكر انا لو عندي مشكله هكلم مين؟ هكلم محمد سامي. كنت هو كنا لسه اصحاب بس. قعدتوا قد ايه اصحاب بس؟ قعدنا سنتين. سنتين وبعد كده ثلاث سنين. وبعد كده جه يتقدم لك. باباكي رفضي؟ لا. ايه اللي حصل؟ لا بابايا ما رفضوش. احنا احنا اتخطبنا. انتوا لسه صغيرين؟ لا احنا اتخطبنا وبعدين فسخنا الخطوبه وبعدين رجعنا تاني. فسختوها ليه؟ يعني شويه مشاكل كده. انتوا اللي عاملينها ولا كان باباكي خايف بقى مخرج والدراما وحاجات؟ هو بابايا طبعا كان خايف عليا وكان قلقان، وانا بابايا بيخاف علينا جدا جدا جدا. انتوا اربع بنات؟ احنا اربع بنات. محدش يعرف المعلومه دي بجد. احنا اربع بنات وبابايا بيخاف علينا جدا جدا. يعني بابايا اصلا من مجتمع من فلاحين. فكان قافل علينا جدا. ممنوع تخرجي؟ لا مش ممنوع اخرج، مش للدرجه دي، بس طبعا يعني لينا مواعيد والخروج يعني بحدود. ما فيش طبعا بياب بره، ما فيش سفر، ما في يعني في حاجات كتير قوي كانت. ولا رحلات؟ كنت بتروحي رحلات؟ لا يعني دريم بارك اخري. يعني انت ايه يعني لحد ما اتجوزتي وانت كنت عايشه ايه متقفل عليكي شويه؟ عشان كده بقى يعني في بدايه جوازنا انا ومحمد كانت كل مشاكلنا انا عايزه اخرج كتير. عايزه اطلعي بقى. ايوه. فباباكي قلق من مجال شغله، خايف عليكي؟ لا مش من مجال شغله. يعني كان حاسس ان هو ممكن يبقى عصبي معايا، بس ده الحمد لله ما حصلش. باباكي شافه وهو بيتخانق قبل كده محمد سامي؟ ايه اللي حصل؟ هو شافه وهو بيتخانق فتوتر. يعني خايف ان هو بيحس دايما، اي حد بيحس ان بعد الجواز الناس بتتغير. وان لو في حد بيحبك قوي قبل الجواز ممكن بعد كده يتغير وما يبقاش كويس معاكي. فده كان مينلي، يعني ده اللي كان خايف منه يعني. لكن دلوقتي هو بيحبه جدا. هو من الاول بيحبه جدا. هو محمد هو بيحبه جدا. وكانوا بيقعدوا مع بعض كتير جدا، وحتى لما فسخنا الخطوبه بيحبه. بس هو كان قلقان عليا. كان قلقان عليك. بس بعد كده حتى بعد الجواز بعت له مسج، يعني قال له انا كنت غلطان وانا كنت خايف. لو قلت لك اكتر حاجه بتحبيها في محمد كذا، ايه هي؟ صفه من صفات حاجه بيعملها لك اكتر حاجه بتحبيها؟ حنيته. طيب هسالك سؤال وتردي عليا بصراحه. من وجهه نظرك مين نجح اكتر، جعفر العمده ولا لؤلؤ؟ لا جعفر العمده. جعفر العمدة نجح أكتر من لؤلؤ. جعفر العمدة يعني عمل نجاح أعتقد ما شفناهوش من زمان قوي قوي قوي. يعني مش مجرد مسلسل نجاح كبير. جعفر العمدة كان حالة ما بتكررش كتير. طيب
القصة الثالثة اللي معايا، عندك الشجاعة وعندك الجرأة ان انت تقولي مين النجمة او مين الفنانة اللي دايما بتشغل لجان الكترونية وذباب الكتروني في ان هو يهاجمك طول الوقت على السوشيال ميديا؟ عندك الشجاعة تقولي مين؟ اقول مين؟ لا طبعا ما عنديش. عارفاها؟ طيب عارفاها طبعا. عارفة ان في واحدة بتأجر لجان عشان تهاجمك طول الوقت؟ ربنا يكرم الناس كلها. اعتقد احسن حاجة ان الواحد يركز في شغله، يركز في نفسه، يركز انه يبقى افضل من كل حاجة. يركز انه هو يطور من نفسه طول الوقت، انه يعمل عمل احسن من اللي فات، انه يطلع بصورة احسن، يشتغل على نفسه احسن ما يشتغل انه هو يدمر اللي حواليه. يعني بس ده يعني ايه الحلو ان درجة الكره دي؟ يعني مين اللي بتكرهك قوي كده عشان تدفع فلوس وتجيب لجان، تأجر لجان تقعد تهاجمك طول الوقت؟ انت بتقولي ان انت عارفه الشخصيه دي. طبعا عارفه. طبعا عرفتيها ازاي؟ عرفتها اتقال لي، وفي ناس كتير من اللي بيقبضوا فلوس قالوا لي، يعني اتقالت لي كتير. اللي بيقبضوا فلوس جم قالوا لك جات اديتنا فلوس عشان نخاطر الحاجات دي كلها بتبقى معروفه على فكره. فنانه واحده ولا كذا فنانه بتعمل كده؟ اللي انا اعرفها واحده. واحده بس. صغيره كبيره؟ معرفش بقى يا أميرة. صغيرة في السن كبيرة في السن؟ معرفش بقى يا أميرة بطلي. طب قولي لي بس، صغيرة ولا يعني صغيرة عادية؟ عادية متوسطة. عادية. تمام. طويلة ولا قصيرة؟ مش عارف. طويلة؟ معرفش. طويلة؟ معرفش ولا نص نص؟ مش عارف. بتعملي ايه لما بتهاجمك؟ بتتصرفي ازاي؟ ولا محمد بيتصرف؟ لا والله بحاول اركز في نفسي. ما بتضايقكيش؟ بتضايقني والكلام؟ لا بتضايقني طبعا. يعني اكيد حاجه بتضايقك لما تلاقي حاجات غريبه بتتقال، لما تلاقي هجوم كلام غريب بيتقال قبل مثلا حاجه معينه، يعني ما ينزل بوستر فيتعلق تعليق على تمثيل فنوع من انواع الغشوميه شويه. فبتبقي عارفه. بس يعني ايه اكتر حاجات كتبت ضايقتك؟ ضايقتك اكتر حاجه ضايقتني؟ لا والله انا ما بطلت من زمان، يعني انا زمان قوي كنت بتضايق. بعد كده بطلت. لان خلاص في ربنا بيديني حاجات كتير جدا حلوه. ربنا بيعوض لي ده على فكره، يعني على قد ما. بصي محدش بيقدر يقف قدام ربنا. الفنانة دي انت اشتغلتي معاها قبل كده ولا لا؟ اللي بتهاجمك طول الوقت؟ أميرة انا مش هقول. ما انا عارفه. لا بس انت اشتغلتي معاها قبل كده ولا؟ والله انا مش هقول. ما انا عارفه ان انت مش هتقولي. انا مش عايزه اعرف ولا هقول اشتغلت معاها ولا ما اشتغلتش معاها، ولا هقول تفاصيل. هي ربنا يكرمها. كل واحد يركز في شغله. دي طريقه مش حلوه بان احنا نعلي نفسنا. ما حاولتيش تهاجميها ليه زي ما هي هجمتك؟ عشان بحس ان ده شر باين، وبحس ان انا لو عملت كده ربنا عمره ما هيكرمني. يعني على فكره دي اسهل حاجه. هي ما شغلتش حملة أول ما البوستر بتاع نعمل أفوكاتو نزل، قبل ما ينزل أساسا، قبل رمضان يجي فترة طويلة نزل البوستر بتاع نعمل أفوكاتو تقريبا بشهر، قبلها بشهر، ما كانش فيه لجان متسلطة إن هي تخش تكتب كلام سلبي وإنه كذا وإنه كذا وإنه تاني، ونفس قصة جعفر العمدة من قبل أساسا ما يشوفوا المسلسل ولا يعرفوا بيتكلم عن إيه؟ بصي ده سهل إنه تعمل. بس في الآخر إيه اللي بيرد عليه؟ النجاح. نجاح ولا بيرد عليه؟ فالهجوم مهما حصل او مهما ناس اجرت ناس ما بيبقاش على قد النجاح. لما بيبقى نجاح كبير قوي مهما عملتي، مهما اجرتي ناس، مهما ده بيبقى اكبر بكتير، فبيبقى ده حاجات صغيره قوي بالنسبه له، فما بتفرقش. يعني ما بتفرقش. ما تبصيش على الحاجات الصغيره دي، بصي على الصوره الاكبر. الفيدباك الكبير ايه؟ الناس عجبها ولا لا؟ رد الفعل في الشارع ايه؟ هو ده المهم. بيهمك راي الشارع اكتر؟ طبعا. طيب النقاد لما بيكتموا عنك، اكتر نقد ضايقك او حسيتي ان هو فيه تجريح؟ ده مش نقد فني، ده كده انت بتنتقدني انا كشخص، مش نقد فني للعمل نفسه. حصلت لي مع كذا حد. في نقد بيبقى مهم وانا باخد بيه على فكره. انا ما بحبش، انا مش طايل اللي بقعد اسد ودني او اي كومنت اقراه اقول ايه ده، دي لجنه. انا مش مع ده خالص على فكره. ان اقول لا ده لجنه واسد وداني. انا بالعكس، انا بقعد دايما اقول طب ما يمكن ده حقيقي. طب ما اسمع. طب ما يمكن في كومنت مفيد ليا مش غلط.
وفي نقاد كتير انا بحب على فكره اسمع رايهم وبحب. مين النقاد اللي بتحبي تسمعي رايهم؟ انا بحب مثلا استاذ طارق الشناوي جدا ولما بيقول عليا حاجه كويسه او حاجه وحشه انا بحب اسمعها. ومره كان قال حاجه مش فاكره كانت ايه وقلت اه عنده حق لازم اخد بالي منها. يعني مش يعني دايما حد ينتقدك لو نقد ايجابي ما بتزعليش ما بتضايقيش بالعكس بتاخدي بالك منه. اه يعني بس في ساعات بيبقى النقد مبالغ فيه او بيبقى بتحسي ان هو مش نقد على قد ما هو في شخصنه شويه اللي هو ما يا عمر لا نتكلم عليه. لا يعني لازم نبقى يعني في انتقادنا منطقيين نقول ايه الحلو ايه الوحش ندي الناس حقها اللي عامل مجهود نديله حقه. لو في حاجه معينه مش عاجباهم نقول في كذا نقطه مش عاجباني وفي كذا عاجبني. لكن اللي هو في المطلق كده ومن غير اي مبررات لا مش بسمعه بصراحه. يعني في ناس شايفه ان انت لسه صغيره قوي او لسه بدري عليكي يكون ان كان يبقى بطوله مطلقه. شايفه بتردي عليهم تقولي لهم ايه لما حد ليه بدري ليه انا بقالي كتير بمثل مش بدري ده وقتك دلوقتي المفروض. والله انا حاسه ان انا بداتها يعني بستبس. على فكره انا اتعرض عليا بطوله بعد الاسطوره وانا رفضت ده. رفضتي؟ طبعا رفضت وحسيت ان مش صح ان ده وقت ان انا اعمل فيه بطوله بتاعتي. وحسيت ان انا لا انا عايز اشتغل مع نجوم كتير كبار واستفاد من جماهيريتهم ومن الناس اللي بتحبهم. انا عايز اشتغل مع احمد السقا انا عايز اشتغل مع عادل امام استاذ عادل امام انا عايز اشتغل مع ناس كتير جدا ناس ليها جماهيريه كبيره ناس ليها جمهور كبير الناس تشوفني معاهم تحبني ابتدي اعمل جمهور وبعدين ابدا اقدم بطوله. لكن انا اتعرضت عليا زمان جدا وانا رفضتها. كان ايه العمل تفتكري؟ كان روايه اسمها رغم الفراق. رغم الفراق دي نازل فيلم؟ لا ما نزلتش. بس اتعرضت عليا اعملها في رمضان. طيب اشتغلتي مع الاستاذ الكبير الزعيم عادل امام خفتي ولا ما خفتيش لما جيتي تشتغلي معاه؟ طبعا خفتي. ده انا كان من احلامي ان انا اشتغل مع استاذ عادل امام. يعني من اول ما اشتغلت وانا كان نفسي ان انا اشتغل معاه. ولما كلموني على المسلسل طبعا انا يعني كنت اسعد واحده في الدنيا. قبل التصوير بيوم كنت طبعا ما نمتش عماله بحفظ في السكريبت كلمه كلمه حرف حرف مش عايزه اتلخبط في حرف لان كارثه. يعني كارثه لو انا استاذ عادل اتلخبطت تبقى مصيبه. وبعدين رحت اول يوم كنت متوتره جدا جدا جدا. انا قاعده بجهز في اوضتي فجاه لقيت الباب بيخبط. كنت متوتره ورايحه بسرعه بفتح الباب فلقيت استاذ عادل في وشي. فقال لي مبروك اول يوم تصوير وما تقلقيش وتعملي شغل حلو. بيطمنك؟ هو راجل فظيع. انا بجد يعني اتعلمت منه كتير جدا. اتعلمت منه الالتزام. اتعلمت منه ان الفنان لازم يبقى مثقف. هو مثقف جدا وبيقرا كتير جدا وبيتفرج على كل الحاجات اللي جوه واللي بره. بيتفرج على حاجات كتير جدا. بيحب شغله قوي 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 قوي. مش هو ما وصلش للي هو فيه ده على فكره. احكي لي موقف كدا. في الكواليس حصل بينك وبين الاستاذ عادل امام. لا ده انا استاذ عادل انا كنت بهري اسئله. يعني احنا كنا ناخد مثلا اللونج بعدين بينوروا الميدز انا اقعد جنبيه اهري اسئله. طب استاذ عادل لما عملت كذا عملت ايه؟ طب استاذ عادل لما بيجي لك كذا بتعمل ايه؟ طب انا كنت يعني بحاول اخد منه كل يعني انا قاعده مع استاذ عادل امام. مفيش موقف حصل بينك وبينه في الكواليس تفتكريه؟ والله انا مش فاكره حاجه معينه بس يعني هو اتعلمتي منه كتير قوي 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 قوي. هو كلمني كمان تاني يوم عرض المسلسل. قال لك ايه؟ قال لي مبروك انا اتفرجت انت هتبقي ممثله مهمه جدا. قال لك كده الاستاذ عادل امام ورديتي عليه وتقول واتكلم عليا انا في واتكلم عليا كمان في الجورنال في اليوم السابع. قال ايه؟ يعني اتكلموا كلام حلو. اشكر في نفسي. لا اتكلموا كلام حلو قوي. اللي حصل قال ايه في اليوم السابع؟ اتكلم كلام حلو قوي. اتكلم كلام حلو قوي وقال ان انا هبقى يعني ممثله مهمه وان انا احساسي عالي. يعني اتكلم كلام حلو قوي. هنروح للخطايا هنعرف ايه الخطايا اللي عندك بعد الفاصل. استنونا.
خطيئة الغرور. مي عمر، عندك خطيئة الغرور ولا لا؟ لا طبعا خالص خالص. بس انت قبل كده محمد سامي اشتكى ان انت ما بتغيريش عليه خالص، فده غرور منك؟ واثقة في نفسك قوي فما بتغيريش عليه؟ لا انا بغير. هو قال قبل كده ان انت ما بتغيريش. ما بحبش ابين. ما بتحبيش تبيني ان انت بتغيري عليه؟ اه قليل يعني، ببين قليل. ليه؟ ما اعرفش يعني. ما بتغيري ازاي طيب؟ بتغيري من ايه على محمد؟ يعني لا مو بغير من حاجات هبله يعني، ممكن اغير لو حسيت ان حاجات هبله والله يعني، ممكن اغير لو حسيت ان هو شايف ان حد لذيذ، مع اني بقى حد عادي يعني، عادي مش قصده حاجه. اه لو قال، لو قال على واحده لذيذه تغيري. اه بس هو ما يعرفش الموضوع ده. يعني لمجرد لو قال ان في واحده لذيذه انت تغيري من جواكي. اه ممكن اغير. اه اه اللي هو مين دي اللي لذيذه؟ ما تركز في الكلام. أيوة. اللي بتقوله كده. ركز وقع على بس كده. طب بتعبري عن غيرتك ازاي لما بتغيري؟ انت مش بتقولي خالص ان انت بتغيري؟ بقول، بقول ساعات. ساعات بتقولي؟ ساعات بقول. بتقولي ازاي؟ لما بلاقي نفسي متضايقه قوي بقول بقى. بتقولي يعني ايه بقى؟ لا بقول انا اتضايقت من كذا. من كذا ايه بقى اللي ضايقك قبل كده؟ ايه ايه كذا اللي ضايقك قبل كده؟ والله لا مش حاجه يعني، مش حاجه معينه، لان هو محمد يعني كويس بيخلي باله. اه مع ان هو مخرج وبيتعامل مع بس هو محترم كتير جدا وبنات كتير، بس هو بجد محترم جدا يعني؟ جدا. أوه. في الحته دي عمره وبيراعي مشاعري جدا. عمره ولا كده ولا كده ولا اي حاجه خالص. هسكت. لو حصل هتعملي ايه يا مي؟ حصل ايه لو حصل كده؟ حسيتي ان في مسج مش مريحاكي، او في مقابله مش مريحاكي، مقابله او في كده، هتعملي ايه؟ لا يعني يعني لا يعني مش توترت. لو في حاجه كده هتعملي ايه؟ وترتيني والله. هتتصرفي ازاي؟ لا هعمل. هتعملي ايه؟ اعتقد لا رد فعلي هيبقى قولي مش حاجه سهل يعني، مش حاجه افوتها يعني، مش حاجه اقدر اتقبلها يعني. فهتعملي ايه؟ على حسب ايه يعني نزل خبر بكره الصبح محمد سامي كتن تن تن مع ايه بقى كتن تن تن ده بقى؟ زي اللي احنا بنسمعه الطنطنات اللي احنا بنسمعها كتير على الناس يعني. سمعتي اشاعه؟ لا اشاعه انا ما بتفوتي طبعا، لاني انا ممكن. بصي انا بثق فيه جدا 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 على فكره. هل ممكن، هل انت من الستات اللي ممكن لو حصل حاجه او حصل خيانه من اي نوع من اي درجه تعملي نفسك مش واخده بالك وتكبري؟ لا مستحيل بقى اعمل نفسي مش واخده بالي. لا طبعا مش هتسكتي، هتاخدي موقف. اه طبعا. لا انا ما اقدرش ابقى مع حد، مع واحد بيخوني يعني، وما تقبلش، ما اقدرش اقبلها اصلا. ما تقدر ما تعمل. ما اقدرش. مش حاسه ان انا شخصيتي مش ممكن تفكري فيها انها نزوه وتعدي وعدت وخلاص. ممكن في ناس بتفكر كده، بس انا مش حاسه ان انا اقدر استحملها. يعني ما اقدرش استحملها يعني. يعني هبقى متضايقه اكتر بكتير من ان انا استحملها يعني. محمد سامي بيحب بناته قوي ومتعلق بيهم قوي، بتغيري ساعات من حبه لبناته؟ لا لا لا، بس بقعد دايما اقول له انت بتحبيني اكتر منهم ولا لا؟ بيرد يقول ايه؟ قدامي بيقول اه، قدامهم بيقول هم. اوكي، ولو قدامكم انتوا الاثنين بيقول هم؟ بيقول هم. زعلتي او حسيتي بغضب كبير لما الاستاذ الكبير طبعا الهمود حميده زعل من موضوع التتر بتاع والاسامي التتر في فيلم هارلي؟ لا يعني انا مش بندم على حاجه، ما عملتهاش. كواليس بتاعه المسلسل ده كان فيها مشاكل كتير جدا، وان انتوا كنتوا بتسيبوا اللوكيشن وتمشوا من كتر ما كنتوا بتتخانقوا مع بعض. مش حتى الموضوع ده في دماغي خالص. حسدتي نيلي كريم على دورها في سجن النساء؟ بصي هو الموضوع ده قديم قوي.